مساء الخير. المناطق الجنوبية هي أول مين رح يتأثر بالمنخفض الجوي اللي واصل على لبنان الحامل معه الشتاء والثلج. القسم الأول من النهار رح يكون متقلب ببيروت وبالشمال وممطر بالجنوب قبل ما تشمل الأمطار كل لبنان ابتداء من ساعات بعد الظهر. الرياح شمالية غربية خفيفة بتوصل سرعتها للعشرين كيلومتر بالساعة. احتمال تساقط الأمطار مرتفع وبيتخطى 50% والرطوبة فوق 60%. جولتنا على معدلات الحرارة بتبلش كالعادة ببيروت 21، بدير القمر 18 وبتعنايل 14. بالليل الحرارة بتنخفض كتير خصوصي على الجبال بوطى جوز 6، ببشر 3 تحت الصفر وبالهرمل 4. الغيوم كثيفة بكرة الثلاثة ببيروت وبيوصل الشتاء ابتداء من بعد الظهر. المنخفض الجوي رح يترافق مع الثلج على 2100 متر بالنهار وعلى 1700 متر بساعات الليل. كيف مكفى طقس الأسبوع؟ الثلاثة طقسنا غائم وممطر بالجنوب ومتقلب ببيروت وبالشمال. الحرارة بتوطى بشكل ملموس وفي احتمال كبير أنه تشتع الساحل مع عواصف رعدية. حدة الشتاء بتزيد خلال ليلة الثلاثة الأربعة وبتتلج ابتداء من 1700 متر. بتبلش تخف حدة الأمطار خلال فترة بعد ظهر الأربعة على أنه تنحسر بشكل كلي بالليل. بتتحسن الأجواء أيام الخميس والجمعة وبتتحول لقليلة الغيوم والحرارة بترجع تعلى. 12 كانون الأول هو اليوم الدولي للحياد، فسياسة الحياد بتساهم بتعزيز السلم والأمن وبتلعب دور مهم بإقامة علاقات سلمية وودية ومفيدة بين مختلف دول العالم.